السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية اليوم سوف نتحدث لكم عن زمن جديد وهو الحاضر التام present perfect form الشكل subject الفاعل plus have has الأفعال المساعدة plus verb three وهو فعل في التصريف الثالث plus complement التتمة ولدينا الضمائر I, we, you, they وتأخذ الفعل المساعد have he, she, it وتأخذ الفعل المساعد has وكما ذكرت لكم طلاب الأعزاء في الدروس الماضية أن الفيرب لدينا ينقسم إلى قسمين regular verb وهو فعل نظامي ويكون بإضافة إيدي للفعل حتى يصبح بالماضي مثل finish ينهي تصبح finished أنهى and irregular verb وفعل غير نظامي، وفيه يتغير شكل الفعل بالكامل، مثل eat يأكل، تصبح eaten، أكل بالماضي. لدينا بعض الأمثلة؛ I have fed the animals، أنا قد أطعمت الحيوانات. She has eaten fish، هي قد أكلت السمك. They have visited Damascus، هم قد زاروا دمشق. لننتقل سويًا طلابي الأعزاء إلى النفي making negative لننفي جملة في الزمن الحاضر التام نستخدم أداة النفي not بعد فعل المساعد مباشرة have has لتصبح بالاختصار has not hasn't have not haven't examples They haven't seen each other for 10 years هم لم يروا بعضهم من مدة عشر سنوات he hasn't visited لندن هو لم يزر لندن هنا استخدمنا أداة النفي نط بعد الأفعال المساعدة have has لتصبح الجملة في النفي لننتقل سويًا طلابي إلى تشكيل السؤال making question لتشكيل سؤال في الزمن الحاضر التام نستخدم الفعل المساعد have أو has في بداية الجملة أي قبل الفاعل Examples: They have finished their homework هم قد أنهوا وظائفهم لنحول هذه الجملة إلى سؤال، نقوم بعملية تبديل بين الفعل المساعد والفاعل لتصبح بالسؤال Have they finished their homework؟ هل هم أنهوا وظائفهم؟ يكون الجواب إما Yes, they have or No, they haven't لنأخذ مثال آخر. He has told you the news (هو قد أخبرك الأخبار) لنحوّل هذه الجملة إلى سؤال، نقوم بعملية تبديل بين الفعل المساعد والفاعل، فتصبح في السؤال: has he told you the news؟ هل هو أخبرك الأخبار؟ فيكون الجواب إما yes, he has or no, he hasn't ملاحظة: لدينا مجموعة من الكلمات تأتي مع الزمن الحاضر التام وتدل عليه وهي before من قبل ever تعني قط never أبداً yet بعد just تماماً already مسبقاً since منذ for لمدة لنبدأ أولاً ب just و already و ومكانها في الجملة بعد الفعل المساعد مباشرة أي بعد have أو has لدينا بعض الأمثلة I have just eaten lunch أنا قد تناولت الغداء للتو We have already played tennis نحن قد لعبنا كرة التنس مسبقا She has never visited London هي لم تزر لندن أبدا Ever ونستخدمها في السؤال فقط ومكانها في الجملة قبل الفعل الرئيسي Examples أمثلة Have you ever gone to England? هل سبق لك أن ذهبت إلى إنجلترا؟ Has she ever read adventure stories? هل سبق لها أن قرأت قصص المغامرات؟ هنا استخدمنا ever قبل الفعل الرئيسي في السؤال فقط Yet ونستخدمها في النفي والسؤال فقط ومكانها آخر الجملة examples أمثلة Have they watched the football match yet? هل هم قد شاهدوا مباراة كرة القدم بعد؟ هنا لدينا سؤال استخدمنا yet في آخر الجملة مثال آخر He hasn't repaired his bike yet هو لم يصلح دراجته بعد هنا استخدمنا yet في آخر جملة النفي Before ونستخدم كلمة before في آخر الجملة examples I have seen this woman before أنا قد رأيت هذه الإمرأة من قبل She has visited Damascus before هي قد زارت دمشق من قبل هنا استخدمنا before في آخر الجملة since ونستخدمها عندما يكون لدينا بداية زمنية معروفة وتأتي قبل days of the week أيام الأسبوع months of year أشهر السنة years الأعوام past simple وجملة الماضي البسيط لنأخذ بعض الأمثلة I have lived in this city since 1995 أنا قد عشت في هذه المدينة منذ عام 1995 هنا استخدمنا since قبل العام They have studied English since John (هُم قد درسوا اللغة الإنجليزية منذ حزيران). هنا استخدمنا since قبل الشهر. She hasn't seen me since we were at school. هي لم ترني منذ أن كنا بالمدرسة. هنا استخدمنا since قبل جملة الماضي البسيط. We were at school. هنا لدينا جملة بالماضي البسيط. We subject where وهي الفعل في التصريف الثاني at school وهي complement وهنا استخدمنا since قبل جملة الماضي البسيط في الزمن الحاضر التام for ونستخدمها عندما يكون لدينا طول فترة زمنية التي استغرقها الفعل مثل for three years لمدة ثلاث سنوات for ten days لمدة عشر أيام for five months لمدة خمسة أشهر إلى آخره، لدينا بعض الأمثلة I have lived in this city for 15 years. أنا قد عشت في هذه المدينة لمدّة 15 عامًا. She hasn't seen me for 5 months. هي لم ترني منذ 5 أشهر. إذن الفرق في استخدام for و since هو أننا قمنا بتحديد الفترة الزمنية للفعل باستخدام since. أما مع for فقد تحدثنا عن طول الفترة الزمنية التي استغرقها الفعل. ننتقل وإياكم إلى استخدامات الزمن الحاضر التام. أولاً، نستخدم الزمن الحاضر التام للحديث عن نشاطات وأحداث ماضية لها نتائج بالوقت الحاضر، مثال: "I have lost my keys" أنا قد أضعت مفاتيحي. ثانياً، نستخدم الزمن الحاضر التام للحديث عن أشياء بدأت في الماضي وتستمر حتى الآن مثال the weather has been great since Sunday الطقس كان رائع منذ يوم الأحد إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم والمستمر إلى اللقاء